بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن عبد الله وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت لأخرج ولألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. أقصد أن هذا قد يقع مثله كثيرا من الناس، يظن أن الكذب على الولد أو وعد الولد وإخلاف الوعد لا يدخل في الوعيد، وأن الكلام مع الصبيان يمكن أن يتوسع في قضية الوعد ونحو ذلك. الحديث يدل على أنه يكتب على الإنسان إذا وعد فأخلف أنه يكتب عليه ذنب ويكتب عليه كذبة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به، كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج، وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك، لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم، فلما فرض نكل ما عنه بعضهم. هذا في الحقيقة ليس دليلا، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأدلة قاضية بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا، وكل دليل منها كاف في ذاته. آيات المنافق ثلاث، وفيها فعيه وإذا وعد أخلف. وهذه الآية الكريمة: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فكل هذه الأدلة ظاهرة في الوجوب، فخصوصا إذا تعلق به حق آدمي، فكيف نقول أن هذا لا يجب؟ ما الدليل الصارف؟ سبب النزول ليس دليلا صارفا. سبب النزول لا يقيد اللفظ. قال كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ورور مشيدة
وقال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الآية يقول هكذا، هذه الآية معناها كما قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان به ولم يقروا به، الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا اختيار ابن جرير. وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال: قاتلت ولم يقاتل، طعنت ولم يطعن، ضربت ولم يضرب، صبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك: نزل توبيخا لقوم كانوا يقولون: قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعيدون المسلمين النصر ولا يوفون إليهم ولا يوفون لهم بذلك. قال مالك عن زيد بن أسلم: لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال: في الجهاد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لما تقولون ما لا تفعلون؟ إلى قوله كأنهم بنيان مرصوص. نزلت في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة، قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت. فأنزل الله هذا فيهم، فقال عبد الله بن رواحة: لا أمره حبيسا في سبيل الله حتى أموت. وقتل شهيدا. قولوا قولي هذا واستغفر.